بطل وسط احمد بطل حبيبي يرفع الراس يرفع الراس يا احمد مظلوم ويمشي على راسي على خط المساحه عشان كذي صار مظلوم عشان كذي صار مظلوم بس هذا فخر لي. الابطال يموتون وقوفا يرفعون رؤوسهم ويرتقون شهداء هي حال والدة الشهيد المعدوم بالرصاص أحمد الملالي ابن الرابعة والعشرين عاماً الذي اعتقل وتعرض للتعذيب الوحشي والصاعق الكهربائي وحكم عليه بالإعدام نتيجة اعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب. فجر السبت 26 من يوليو ارتكب النظام البحريني جريمة اغتيال الشابين المعتقلين علي العرب 25 عاماً وأحمد الملالي رمياً بالرصاص بعد مصادقة الملك حمد عيسى على حكم الإعدام الذي أيدته محكمة التمييز منذ 80 يوماً. ووسط انتشار أمني كثيف لقوات ومدرعات النظام وفرض إجراءات أمنية مشددة في مختلف مناطق البحرين خاصة في بني جمرة والدراز والسترة أقدمت السلطات على دفن الشهيدين في مقبرة المحرق من دون السماح لعوائلهم بتوديعهم وإلقاء نظرة أخيرة عليهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان التي تؤمنها الشرع الدولية والدينية والمحلية. إعدام الملالي والعرب الذي تم رغم الدعوات الدولية والحقوقية للسلطات بالتراجع عنه سبقه بساعات معدودة تلقي عائلة الشهيدين اتصالاً مفاجئاً من قبل إدارة سجن جو بغرض منحهم زيارة خاصة مستعجلة زيارة لم يعلم أهالي الشهداء بأنها ستكون الأخيرة. تعود تفاصيل القضية إلى حدث تحرير 10 معتقلين ومقتل شرطي من حراس السجن في الأول من يناير 2017 وبعد اعتقالهم استندت المحاكم بدرجة كبيرة على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وتعرض المتهمون لسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف تصل إلى درجة تعتبر حالة اختفاء قسري. السلطات البحرينية ورغم الغضب الشعبي والدولي والمطالبات الحقوقية أقدمت على تنفيذ تأييد محكمة التمييز لحكم إعدام الشابين الصادر في 6 من مايو أيار الماضي وعند 7 من صباح السبت أصدرت النيابة العامة بياناً أعلنت فيه تنفيذ الحكم. الشهيد علي العرب كان يبلغ من العمر 25 عاماً حين تم اعتقاله في 9 من فبراير 2018 من دون تقديم مذكرة توقيف واحتجز في مديرية التحقيقات الجنائية حتى 7 من مارس وأجبر على التوقيع على اعتراف بينما كان معصوب العينين ومن وصيته لأهله أوصيكم بالتوكل على الله والرضا التام بقدره. والشهيد أحمد الملالي كان يبلغ من العمر 23 عاماً حين اعتقاله في 9 من فبراير 2017 وضع في الحبس الانفرادي لمدة شهر تعرض للتعذيب بالصاعق الكهربائي وفي 31 من يناير 2018 حكم عليه بالإعدام وكتب في وصيته لأهله أوصيكم بعدم الخوف إنها مشيئة الله راض ومسلم أنا لإرادة الله.